أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير من برنامج المربط الأسبوعي. نحييكم في هذه الأجواء الجميلة، وكذلك أيضا نتعرف أكثر عن المربين والمنتجين مع محمد الخميس. خلكم ويانا. محمد أحمد الخميس حاصل على شهادة التحكيم في عام 2015، وكانت أول مشاركة بالتحكيم في دولة قطر الشقيقة من خلال بطولة قطر الإنتاج المحلي للمواطنين. ويعتبر أحمد الخميس هو صاحب أول بطولة محلية للإنتاج المحلي، وهي بطولة الكويت للخيول العربية المنتجة محليا. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. محمد أحمد الخميس، مالك مربط الخميس. طبعا بدايات كانت من الطفولة، حبنا للخيل زاد ويانا مع تعليم الوالد الله يرحمه. كانت بدايات بسيطة بركوب الخيل، وما فكرنا وقتها بتربيته، لكن البداية اللي أسميها البداية الرئيسية أو الانطلاقة الأولى كانت سنة 2001، لما فكرت أني أبدي أنتج أو أربي الخيل العربي. بديت في خيول بسيطة جدا، كانت احنا نسميها خيول بلدية غير مسجلة. تعلمت عليها، تعلمت كيفية التواصل معها، كيفية تربيتها، كيفية العناية فيها. لما شفت اني انا باستطاعتي اني اقدر اباريها واداريها، ابتديت في الانطلاقة في تأسيس مربط الخميس. وفي هالعام الحمد لله بديت في فرس واحدة، هذه الفرس كانت اساس مربطي، كانت خيل عربية أصيلة من أصول روسية، نحن نسميها من المنشأ الروسي. هذه الخيل الحمد لله تبارك الرحمن أنجبت لي من العدد من الخيل، وكانت من المهرات، وكانت أساس مربطي. في هذه السنة كانت الاهتمامات قليلة في الخيل العربية الأصيلة، وكنا معدودين على صابع من مربين الخيل. في كان مربين سابقين لنا، تعلمنا منهم واستفدنا من خبراتهم السابقة، هذا اللي خلانا نبدي بداية إن شاء الله تكون أنها سليمة، ووصلتنا إلى هذه المواصيل في هذه الأيام. طبعا بعد الاهتمام في الخيل العربي، توجهنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا قطر. دولة قطر الشقيقة كانت سابقة ورائدة في مجال بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة. رحنا لهم تقريبا في عام 2006، شفنا الإمكانيات اللي عندهم الجبار اللي أنا أسميها في ذاك الوقت، لأن كان عندهم اهتمام، لحد الآن هذا الاهتمام مستمر. كنا احنا يمكن 3 مرابط رحنا الى قطر، شاركنا في هذه البطوله. كانت البطوله اظن رقم 19، لك تتخيل ان البطوله رقم 19 في قطر، واحنا الكويت ما كانت عندنا ولا بطوله. فخلال هذه الفتره شفنا البطوله، درسنا الاوضاع. لما رجعت للكويت فكرت مبدئيا، قلت شنو اللي ينقص الكويت انها تكون سابقه او تكون رائده في هذا المجال. الحمد لله الله وفقنا، اقترحنا المشروع على الشباب موجودين ويانا من المربين، تجمعنا وقررنا ان احنا نسوي بطولة لو تكون بسيطة جدا، تجمع المربي الكويتي وتبين اساسات الخيل العربية الاصيلة، بالاضافة الى انها تثقف الناس وتثقف الجمهور. وبالفعل كانت في اواخر سنة 2007 بداية 2008 كانت الانطلاقة، البطولة الاولى اللي قامت في، وكانت في بطولة في ميدان نادي المسيلة للسيد طارق الميلم أبو بدر. كان في دعم مباشر من معالي وزير الدفاع آنذاك، كان شيخ جابر المبارك حمد الصباح صاحب السمو اللي هو رئيس مجلس الوزراء حاليا، وكانت الانطلاقة معاه في ذاك الوقت. كانت بطولة بسيطة في دعم بسيط جدا، الحمد لله هذا الدعم كبر مع الوقت، وكانت الانطلاقة الأولى في مهرجان شعبي يمثل المربي الكويتي آنذاك، وبمساعدة جميلة جدا من دولة قطر الشقيقة، أستاذ ماجد ناصر الكعبي كان أحد الرواد في دعمنا في هذا المجال.
أيضا كان عندنا مبارك الخيارين يبناه محكم دولي من قطر، بالإضافة إلى فاروق العدوي من عمان، ومجموعة من المربين السعوديين أظن آنذاك. تربية الخيول تزداد في السنوات الأخيرة في منطقتنا العربية، وبشكل خاص في دولتنا الكويت الحبيبة، والتي أصبح فيها الخيل تحظى بأهمية كبيرة عند الشباب، ولا يخفى أصحاب تلك الخيول حبهم الشديد وتعلقهم بها، وأصبحوا يطلقون عليها أحب الأسماء لديهم. طبعا بعد ما كان هذا المهرجان الشعبي كان له اثر طيب على الجمهور وعلى الساحه بالكويت، خصوصا ساحه الفروسيه، فكرنا بعد ذلك ان تقام بطولات على مستوى اعلى مستوى اجمل، وتبنى مركز الجواد العربي اللي هو الان بيت العرب هذه الفكره، وقام اول مهرجان او بطوله لمربين الخيل اللي هي البطوله الوطنيه. هذه البطوله كانت نقدر نقول بعد أساس البطولة الشعبية الأولى، استمرت لمدة سنة أو سنتين، كانت لجميع المرابط الكويتية، بالإضافة إلى كانت أي خيل مستورد. بعد ذلك قعدنا إحنا كشباب، وكان في منادى من الشباب المربين الكويتيين أنهم يبون شيء يختص في الإنتاج الكويتي أو ما يختص في الكويت. هني جت فكرة بطولة الإنتاج المحلي، كنت أنا وأخوي أستاذ خالد الدرويش من أقدم المربين في مجال الخيل العربية الأصيلة، وأول من أدخل الخيل العربي في الكويت المسجل، فكانت هذه الفكرة. وقامت هذه البطولة في بداية الأمر، كان المكان كان في الجزيرة الخضراء تبع المشروعات السياحية، كانت لنا اجتماعات كثيرة معهم، طرحنا الفكرة، أعجبتهم فكرة الشبابية، حصلنا منهم المكان وسمحوا لنا أن نقيم في المكان، ولو أن المكان كان جدا غير مناسب للخيل، لكن الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبعض الداعمين من المربين والشباب الكويتيين قدرنا نسوي بطولة على مستوى عالي، خذت أصداءها في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب موقعها، كان جميل جدا على البحر، بالإضافة إلى عدد كان بسيط جدا من الخيل، يمكن وصل إلى 80 راس شاركة، وأنا ذاك في ذيك البطولة كانت في عام 2011. الحمد لله هذه البطولة لقت أصداء مثل ما قلت لك، هذه الأصداء خلت المسؤولين ينتبهون إلى هذه الهواية، هواية الخيل العربي الأصيل. ومن بعدها تتالت البطولات الحمد لله، واتجهنا إلى نادي صيد الفروزية بدعم من الشيخ ضاري فهد الأحمد، وفر لنا السبل والإمكانيات، وعقدنا البطولة في صالة الجابرية، فكانت أول مرة تقام بطولة في صالة مغطاة في الشرق الأوسط. الحمد لله لقت نجاح كبير جدا، كان تنظيمها جدا جميل، ارتقت حتى في تقارير الحكام ويا الدي سي اللي هم الديسيبلين كوميتي، المراقبين اللي جونا من منظمة الإيكاهو الدولية، ان كانت البطولة على اعلى تنظيم. الحمد لله توفقنا بهذه البطولة وارتقينا من الكلاسيفيكيشن سي الى كلاسيفيكيشن بي، واستمرينا على هذا المنوال. خذت البطولة حاصلها في بطولتين في قاعة الجابرية، ومع الأيام تقدمت الحمد لله، وتم استضافة البطولة وإقامتها في العام الماضي اللي هي البطولة الرابعة، كانت في بيت العرب اللي هو ميدان بيت العرب الجديد، والحمد لله لاقت نجاح على مستوى الكويت وعلى مستوى الخليج العربي ودول مجلس التعاون الخليجي. اللي يميز هذه البطولة إنها تهتم في الإنتاج الكويتي، تعني في الإنتاج الكويتي بكل ما هو هوية كويتية. هذه البطولة القائمين عليها جميعهم من منظمين كويتيين، لجان تطوعية من مجموعة الطموح أيضا كويتية، شباب كويتيين من طلبة من موظفين، كلهم كانوا يحبهم حبهم لهذا الخيل وحبهم
تطور الكويت في هذا المجال وبروز اسم الكويت، الحمد لله ارتفعت هذه البطولة ولقت حاصلها تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء شيخ جابر مبارك حمد الصباح، وهذه مستمرة إلى الآن والحمد لله ارتقت إلى البطولة الخامسة في السنة القادمة إن شاء الله. عندما نتحدث عن الخيل فأننا نتحدث عن الأصالة والعراقة في تاريخ العرب، فكانت الخيول هي الصديق والمأنس عند العرب وما زالت حتى هذه اللحظة، ويعتبر الخيل العربية أفضل وأجود أنواع الخيل في العالم. تختلف صفات الخيول العربية من دولة إلى دولة ومن إقليم إلى إقليم آخر، حيث تلعب المنطقة دورا كبيرا في شكله وصفاته، ويعتبر الخيل النجدية هي أجود الخيول، وهذا حسب ما ذكر خبرائها. انطلاقتي الشخصية طبعا مع الخيل العربي اللي أشوفها هي الانطلاقة اللي بدت صحيحة أو في مسميات أكثر أقول أكثر احترافية، حين حصولي على شهادة التحكيم الدولي في جمال الخيل العربية الأصيلة، فكانت هذه الدورة انعقدت في بيت العرب وكنا متقدمين عدد من الشباب الكويتيين وفي من دول مجلس التعاون أيضا دولة مصر الشقيقة. نجح في هذه الدورة عدد 4 حكام كويتيين، أنا من ضمن الحكام اللي نجحوا في هذه البطولة، اللهم لك الحمد والمنة. هذه البطولة وسعت المدارك عندي وخلتني أنظر إلى الخيل بمنظر مختلف، اللي خلاني أميز في شؤون تربية الخيل وأيضا في برامج التوليد عندي. طبعا هذه الشهادة أو هذا العلم اللي أنا حسيت أني أنا زدته على معرفتي بالخيل فتح لي أفق كثيرة في مجال الخيل العربي الأصيل، خلاني أعرف شنو التركيبات أو ممكن مثل ما تقول شنو برنامج التوليد اللي أتبعه لتطوير الخيل العربي أو المحافظة على السلالة بالشكل الصحيح والسليم. فتح لي هذا المجال التحكيم في أكثر من بطولة، من أبرز البطولات اللي أنا أتذكرها بطولة قطر للمنتج المحلي للإخوان المواطنين، فكانت هذه البطولة جدا جميلة فيها من إنتاج دولة قطر الشقيقة، وكان مستواها عالي جدا، لمستوى الإنتاج عندهم كان مرتفع جدا لتواجد الأفعل الكبيرة والمميزة عندهم على مستوى العالم، فكانت هذه البطولة زادت لي من خبرة في إنتاج الخيل العربي الأصيل. طبعا لما تقول لي كحكم شنو الأسس أو المعايير اللي يمشي عليها في تحكيم الخيل أو تقييمه، هي 5 معايير من 100 درجة، كل معيار ياخذ 20 درجة. المعيار الأول اللي هي الفصيلة أو التايب يسمونها فصيلة الخيل العربي، أنت بنفسك تشوف هي تجمع كل المواصفات، هذه الصفة أو صفة الخيل العربي أنت تنظر لها مدى قرب الخيل اللي جاي قدامك أو الجواد إلى هوية العربية، من شخصية، من بنيان جسم وتوازن، من شكل، من قوائم، من حركة، فيشمل جميع معايير ومواصفات الخيل العربية. ني حق الشيء الثاني، المعيار الثاني اللي نتخذه اللي هو الرأس والعنق، شنو جمالية الرأس، انحناءة الرأس، وموضع العينين، حجمهم، بروزهم، بالإضافة إلى حجم الأذن ومكانها، إلى المنخر، إلى البوز، إلى الخد، إلى المذبح، مذبح الخيل النظيف، بالإضافة إلى اتصاله بالرقبة وتناسقه معه ووضع الرقبة السليم على الكتف. ني حق الصفة الثالثة اللي هي الجسم واستواء الظهر، جسم الخيل يتكون من ميزان 3 دوائر، هذا ما تعلمناه، وانت لما تنظر الخيل الى 3 دوائر، دائرة بالمقدمة، دائرة بالخلف، ودائرة في الوسط، تناسق هذه الدوائر هو اللي يكون تكوين الجسم وتناسقه، اذا كانت هذه الدوائر متساوية تقريبا في الحجم يعطيك تناسق وتوازن في جسم الخيل، وهذا يساعدك على ايجاد التوازن اللي هو استواء الظهر للخيل العربي الأصيل، بالإضافة إلى
مقز أو منبت الشليل إحنا نسميه عندنا في العامية. نأتي بعدها إلى الصفة إلى المعيار الرابع وهو القوائم، وهي أساس كل خيل. القوائم هي أساس الخيل العربي الأصيل، لأن هي التواير أو العجلات مثل ما نقول حق السيارة، بدون العجلات ما تمشي السيارة. بالنسبة حق الخيل هذا هو نفس الشيء، بدون قوائم سليمة الخيل ما يركض ما يتحرك، وما هو خلق إلا للركوب. فهذه الخيل أساسها هذا الشيء. بالإضافة إذا كانت جميع المواصفات اللي ذكرناها من قبل الأربع المعايير سليمة ومتناسقة، يؤدي إلى إنتاج حركة سليمة ومتوازنة للخيل العربي الأصيل. فالخيل سمي خيل من شنو؟ من الخيلاء، لأنه يتخايل بحركته الجميلة وتناسقها وتناغمها. فهذه تجمعها على بعضها تعطيك 100 درجة اللي هي يقيم عليها الخيل العربي الأصيل في البطولات الحالية، وهي ليست بطولة جمال، وهي بطولة مواصفات خيل عربية أصيلة صحيحة تؤدي إلى الجمال اللي احنا نراه في جمال الخيل العربي الأصيل. طبعا بطولات الانتاج المحلي او البطولات اللي صارت في الكويت ادت الى ثقافه وزياده معرفه المربي الكويتي، وكان عنده اقدام الى البطولات العالميه او بطولات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والعربيه ايضا. فهذه البطولات طورت من فكر المربي الكويتي وادت الى تطويره الى انتاجه. هذا الانتاج ادى الى شنو؟ بالرغم من تاخرنا احنا كمربين كويتيين، لو تشوف ان الهوايه كانت متاخره جدا خصوصا في الشعبيه اللي حصلت في الوقت الحالي، لكننا نرى ان بدينا ننافس على مستوى دولي ومستوى عالمي. اضرب لك مثال، مثلا قبل لا نرجع بالبطولات الى الكويت ونقيمها، كان في تميز من بعض المرابط الكويتيه وعلى راسها مربط اصايل اللي هو الاستاذ خالد نغيمشي. كان مربط خالد نغيمشي او مربط اصايل يحقق على مستوى عالمي بطولات ما كنا نفكر فيها. كان ينافس مرابط كبيرة لعلها كانت بميزانيات دول كبيرة، وكان ينافس ويحقق مراكز أولى. يمكن هذا اللي شجعنا أن احنا نبي نطلع ونشارك برا في أسامي مرابطنا الكويتية. هذا الشيء ساعد على تثقيف المربي الكويتي، وعودة خالد نغيمشي مثلا ودخوله الكويت وحضاره خيله بالكويت أدى إلى ارتقاء الخيل في الكويت، بالإضافة إلى زيادة عدد الأفحل المتميزة في مجال الخيل العربي، وزاد في الإنتاج وارتقى في الإنتاج للخيل العربي الأصيل. ما أنسى طبعا مربط الواوان حقق على مستوى دول مجلس التعاون وعلى مستوى العالم أيضا إنجازات جميلة جدا، ومربط الخشاب، وعندك أخوي جاسم المسباح تو الحين في بطولة آخن من إنتاجه كويتي حقق المركز الأول في كلاسه في بطولة ألمانيا بطولة كل الأمم، بالإضافة إلى المركز الثاني على مستوى الشامبيون أو الأبطال. فهذا كان جدا جميل. لاحظنا مربط المي اللي هو للأستاذة مي بوزبر أيضا حققت من نتائج جميلة جدا في بطولة آخر الأخيرة، ومربط تميم للأخوي محمد المرشد حققوا مرابط نتائج جميلة جدا وعالية، مركز أول وثاني في فئة الأفراس كان كويتي بالكامل، وكان هذا إنجاز حتى هناك استغربوا أن الكويت جدا يعني تأخرت في هذا المجال، لكنها أبدعت في إنجازات وفي مراكز متقدمة في هذه البطولة. ولاحظنا حتى في بطولة باريس لبطولة العالم مشاركة أخوي خالد نغيمشي كمربط أصايل حقق مراكز جدا جميلة، بالإضافة إلى أخوي عواد مبارك بوشملان حقق في أبطال، ومربط الصقران طبعا ما ننسى لأن حقق بطولة باريس قبل سنتين. فهذا كان إنجاز غير مسبوق لمرابط كويتية في هذا المجال. طبعا هي صعوبات كثيرة تواجه المربين في نقل الخيل وفي غيره، خصوصا في الفترة السابقة لما كان علينا حظر في دولة الكويت، لكن مشكورة هيئة الزراعة مع بيت العرب مركز الجواد العربي بالإضافة إلى جمعية الخيل الكويتية سعوا وعملوا على إزاحة هذا الحظر اللي شمل على الكويت وحرمنا من المشاركات الخارجية لمدة تقريبا 4 إلى 5 سنوات. الحمد لله هذه السنة
أو السنة اللي فاتت فتح الحظر هذا، شاركوا المرابط الكويتية في أبوظبي وحققوا مراكز متقدمة، بالإضافة إلى مشاركات هذه السنة في بطولة كل الأمم اللي هي في ألمانيا في آخر. وشاهدنا أيضا من الجمهور الكويتي المميز اللي إحنا وين ما نروح في أي دولة يحسدوننا ويغبطوننا على هذا الجمهور والتفاعل، اللي يقولون ودنا أن ننقل بطولات الكويت إلى دولنا عشان بس الجمهور الكويتي اللي حضر بتفاعله وبحماسته في هذه البطولات. والحمد لله بطولات الكويت شهدت في هذا الشيء بتواجد عربي، تواجد خليجي، تواجد دولي أيضا، أنهم عجبتهم الفكرة أن ترابط أهل الكويت. حتى في بعض الإخوان يقولوا لي إحنا لما نشوف التتويج ما ندري منه صاحب الحصان، لأن الجميع متفاعل والجميع مستانس وفرحان في هذا الإنجاز. سؤال طبعا دائما يطرح، شلون تسجل الخيل او ليش تسجل الخيل؟ طبعا الخيل العربيه الاصيله معروفه منذ القدم اهتمام ملاكها، خصوصا من العرب، من وحبهم لها، فكانوا يهتمون فيها لابعد الحدود، كانوا ما يتنازلون عن خيلهم ولا عن سلاحهم، فكان الخيل عندهم شيء اساسي، هو مركب للتنقل والسفر، هو للحروب، هو للغزوات، ايضا لقطاع الطرق، فأيضا هو كان مصدر رزق رئيسي لهم. فكان أهل الخيل العربي الأصيل كانوا يقطعون أشواط طويلة من مسافات طويلة عشان يوصلون إلى فحل طيب، فحل أصيل، عشان يشبون عليه أفراسهم أو ينزوا على أفراسهم للإنتاج الطيب للمواصفات الطيبة. طبعا هذا كان في سابق العهد، بعد ذلك قام في صدر مثل أوراق شبه رسمية ما كانت تعتمد في سابق الزمان، لكنها كانت تعتمد كنسب للخيل بين مشايخ الخيل، فكانوا يعتمدونها كخيل بأرسانها، بمواصفاتها، بألوانها، بأسمائها، أن هذه الخيل ترجع إلى هذا الرسن، إلى هذه المواصفات من أم وأب، ويملكها هذا الشخص الفلاني لأنه هي خيل عربية أصيلة. بعد ذلك كان اهتمام المستشرقين منهم ليدي آن بلانت ومنهم عباس باشا في ذاك الزمان في سنة 1800، وليدي آن بلانت كانت في 1600. هذول الناس حبوا الخيل العربي وعشقوه لما عاشوا في شبه الجزيرة العربية، فلما رجعوا إلى بلادهم أرسلوا من مراسيلهم ومن مندوبينهم إلى شبه الجزيرة العربية لتجميع الخيل وتسجيلها والمحافظة على هذه السلالة الكريمة. فكان من ذاك الوقت هو تسجيلها سواء في النطاق الأوروبي أو في نطاق دولة مصر القديمة. في خلال هذه الفترة كان اللي يقدرون يشترون منه الخيل يأخذونه منه ويربونه عندهم ويتسجل، واللي يرفض يعطيهم الخيل في ذاك الزمان كانوا شو يسوون؟ يسجلونه ويخلونه عنده ويأخذون من سلالاته. فكانت هذه البداية في تسجيل الخيل للمحافظة على سلالاتها وعلى أصالتها. بعد ذلك تطور إلى تأسيس منظمة الخيل العربية العالمية اللي هي الواهو، World Arabian Horse Organization. هذه المنظمة تعني في تسجيل الخيل في بداياتها، وهي بدأت ترى في جدا زمن حديث ليس بعيد جدا، هذه اللجان بدأت في تسجيل الخيل وتوثيق سلالاتها، وهذه كانت تعتمد على بعض الأصول وبعض الصكوك القديمة للمشايخ ولملاك الخيل القدامى، بالإضافة إلى كانت بعض اللجان متوزعة على دول مجلس، على دول العربية في دول أوروبية بعضها، في هذه اللجان كانت تعني في مواصفات الخيل تطبقها على الخيل وبين ذلك تسجلها. الآن أغلقت هذه اللجان وخلاص الخيل كلها قامت تتسجل بناء على السلالات المسجلة قديما، بالإضافة إلى إثبات الدي إن إيه اللي هو البصمة الوراثية لأي خيل يراد أن يسجل في الوقت الحالي أو المستقبل. هذه اللجان أو هذه المنظمة حافظت على السلالة العربية
وحافظت على كيانها وأصالتها لعدم دخول أي دماء مختلفة سواء كانت في دول أوروبا أو في أمريكا أو في دول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي. هذه اللجان أدت إلى تطور الخيل، أدت إلى تسجيلها في كل مكان، وبذلك أدى إلى نشأ هذه البطولات للمحافظة على هذه الصفات وتثقيف الناس على المحافظة على الخيل العربي الأصيل بمواصفاته التي ذكرت عند شعرائنا قبل أو ذكرت من مواصفات الرسول عليه الصلاة والسلام للخيل العربي الأصيل. طبعا ما تخلو هذه الهواية وهذه الرياضة من غش بعض الملاك أو بعض العارضين اللي يتبعونه للفوز في بعض البطولات، وهذا الغش يكون بأنواع متعددة. في غش في المكياج اللي احنا نسميه بالتعديل، بعضهم يحاول يحلق حوالين العين يبرز العين أكثر، يدخل الألوان لسواد الكحل، لأن الخيل العربية معروفة كحيلة، فكحل العين هذا شيء رئيسي في الخيل، فتلقاهم يدخلون يخلطون الفحم مع الفازلين لما يدهنون الخيل سواء إن كان بالمنخر أو بالبوز أو حتى حوالين العين لإبراز اللون الأسود في جلد الخيل، لأن الخيل العربي الأصيل جميعه من صفة أساسية أنه يكون لون الجلد أسود، ما لك شغل في لون الشعر، لون الشعر هذا يكون على حسب لون منبت الشعر، لكن الجلد اللي تحته لازم يكون لونه أسود، هذه صفة رئيسية في الخيل العربي. في بعض الخيل تعطى منشطات، فحالها كحال باقي الرياضات، فتكون تعطى منشطات للتنشيط وزيادة الحركة فيها، تكشف طبعا في الكشف. وفي خيل طبعا دخل لها حتى عمليات التجميل لتعديل بعض المواصفات الغير سليمة فيها سواء كانت في القطات أو في القوائم أو غيره، فتعطى بعض الأبر مثل البوتوكس، مادة البوتوكس لتعديل استواء الظهر والجسم. هذه طبعا بعض أساليب الغش اللي تتبع عند البعض، لكنها أغلبها كانت مكشوفة وأغلبها تكشف، لأن لا يمكن تورث صفة ليست بها أو تكون دخيلة عليها، فتبين حتى لو ما تبين في بطولة في وقتها تبين بعدها في الإنتاج لما يكون الوصفات المتوارثة ما راح تكون موجودة فيها. طبعا في الكويت اللهم لك الحمد والمنة ما شفنا هذا الغش، والله لا يجيب لنا، لأن عندنا جمهور واعي وعندنا مربي واعي ارتقى في إنتاجه وارتقى في اختياره للأفحل واختياره لأفراس الإنتاج عنده في المربط، فأدى إلى إنتاج جميل وينافس على مستوى العالم على مستوى دول مجلس التعاون برغم صغر وحدث السنين اللي احنا ابتدينا فيها. طبعا في نهاية الحوار أشكر الداعمين وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على دعم الرئيسي، وهو يعتبر الفارس الأول والداعم الرئيسي لبطولات الخيل في دولة الكويت، بالإضافة إلى سمو ولي العهد لدعم بطولة
البطولة الوطنية في دولة الكويت، وإضافة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء لدعم بطولة الإنتاج المحلي وتسهيل جميع المصاعب أو جميع المستلزمات اللي يحتاجها المربي الكويتي، سواء من توفير المزارع الخاصة في منتجين الخيل العربي الأصيل، وكانت هذه بادرة سامية من صاحب السمو أمير البلاد. ورأينا هذه المنطقة، أنا أسميها مدينة الخيالة، لأنها بدأت تنتعش وبدأوا المربين الكويتيين يهتمون أكثر لاهتمام القيادات في هذا الوطن، بالإضافة إلى جميع المسؤولين والاهتمام أيضا حتى رأينا من الشركات ومن الأفراد في لهذه الهواية النبيلة وهذه الهواية القديمة لمربين الخيل في على مستوى العالم. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لختام حلقتنا الأسبوعية من برنامج المربط، بعد ما شاهدنا واستمتعنا كذلك أيضا في هذه الأجواء الجميلة مع محمد الخميس. استودعكم الله، إلى اللقاء.